رابط ألف مع أمين العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. رحب بكل مستمعينا وكل أحبتنا وأصدقائنا بكل مكان بحلقة جديدة ومميزة جدا جدا من طبابة ألف. ليش مميزة؟ رح أقول لكم ليش مميزة. دائما طبابة ألف طبعا إحنا بنقدم الجديد والمميز فيه واللي لأول مرة بيطرح، وفعلا اليوم رح نقدم لكم شغلة لأول مرة تطرح يمكن في الشرق الأوسط. خلينا نقول في الشرق الأوسط، نعم. لكن قبل ما أقول لكم شنو هاي الشغلة، خلوني أذكركم إن اليوم معنا مسابقة، معنا كشف مجاني عند أخصائية التغذية. رح يربحون اثنين رح يربحون كشف مجاني عند أخصائية التغذية مقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميديكس. بس كل اللي عليكم ترسلوا لي كلمة كشف واسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها. اليوم ماكو سؤال، يلا مريحتكم، ماكو سؤال، بس ارسلوا لي كلمة كشف وإن شاء الله راح يكون معنا، والمدينة اللي أنتم منها اسمكم والمدينة اللي أنتم منها، راح إن شاء الله يكون معي اثنين رابحين لكشف مجاني عند أخصائية التغذية. اليوم ليش حلقتنا مميزة؟ اليوم حلقتنا مميزة لأن راح نتكلم عن شغلة مرة جديدة لأول مرة بتحدث في الشرق الأوسط. اليوم راح نتكلم عن ثورة جديدة بعالم فقدان الوزن بدون جراحة. اليوم راح نتكلم عن كبسولة أو بالون، وحول هذه طبعا الكبسولة أو بالون راح يتكلم حولها الدكتور عدنان صباحي استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة من مستشفى المشفى، وأيضا أول طبيب عمل هذه العملية البروف ألفريدو جينكو من أيضا استشاري جراحة المناظير، ومعنا أيضا الدكتور الأول أستاذ عماد الزبن ومدير مجموعة شركة السلطان. طيب اللي حابين طبعا يطرحون أي سؤال على الدكتور عدنان أو تربحون معاي الكشف المجاني شاركونا على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 746-262. وأسئلتنا دائما راح تكون أكثر شيء عبر الاسمس. مساك الله بالخير دكتور عدنان، حياك الله معاي بطبابة ألف. مساك الله بالنور وأخت أمينة، والله حييكي وأهلا وسهلا بكم معانا في بداية ثورة جديدة في عالم السمنة، خاصة في الناس اللي عندهم زيادة متوسطة في الوزن. احنا حنتكلم عن الزيادات، الكبسولة هذه حق منه بالضبط او بالتحديد بيتم؟ خليني بعد نرحب بالبروف الفريدو بس عسى سلايفا او بونسيرا سير بونسيرا، يلا خلاص اليوم بتكلم لغة إيطالية عيل. طيب احنا ان شاء الله طبعا موجود معنا البروف الفريدو عساس اللي لانه هو اول شخص بيقوم بهذه العملية. اذا عندكم اي استفسار حابين توجهونه سواء للدكتور عدنان او البروف الفريدو ممكن توجهونه، ومعنا ايضا مترجم راح يترجم له. خلينا نتكلم عن الثورة هذه دكتور عدنان، يعني في عالم فقدان الوزن شنو كبسولة او بالون بالضبط؟ طيب احنا عارفين انه عندنا اكثر من 99% من الناس ما بيعانوا من السمنة المرضية المفرطة اللي دائما بتخلينا نتوجه للعمليات الجراحية. حقيقة انه الغالبية من المرضى عندهم زيادة في الوزن او عندهم بدانة في الدرجة الاولى، وعادة هذه الاوزان احنا ما ننصحها بعمليات جراحية، بنحاول نوجههم لاتخاذ الوسائل التقليدية الاخرى، قد انه نوجههم الى عملية البالون التقليدية المائية. الثورة الجديدة اللي جات في الأوبالون انه هي عبارة عن كبسولة الشخص يقدر يبلعها هو صاحي واعي تماما خلال من 3 إلى 5 دقائق، وبعد من 3 إلى 5 دقائق بس حلو، وبننفخها بالنيتروجين فبتشغل حيز من المعدة. الحاجة الثانية انها بتشغل المساحة اللي هي في رأس المعدة، وهذه بتساعد في شعور الإنسان بالامتلاء. طب انت قلت بيبلعها وهو صاحي، نعم، يعني شو ماكو بنج الدكتور ولا البنج؟ لا هي حجمها بالضبط حجم الكبسولة العادية، وزنها أقل من 6 جرام، كبسولة العادية اللي انتو تاخديها للمضاد الحيوي للفيتامين زي الكبسولات هاي العادية اللي بناخذها من الصيدلية. نعم حلو، مرة صغيرة جدا. طيب يعني هل الكبسولة هذه ممكن أي شخص يستخدمها دكتور؟ أي عمر؟ يعني مثلا في أطفال بنلاقيهم بيعانون من سمنة، يعني هل هي بس للكبار البالغين أو ممكن حتى للصغار؟ لا، الفكرة هنا لما بدأت كان بدايتها على البالغين، بنتكلم احنا على الناس اللي فوق ال 18 سنه في الاصل. في ايطاليا بروف الفريدو بدا في خلال السنه الماضيه بيجري دراسه تحت مظله الجامعه الايطاليه في روما،
خاصة بالأطفال اللي هم من 10 إلى 15 سنة. أجرى إلى الآن 10 حالات وفي طور متابعة النتائج. النتائج المبدئية للدراسة إنها واعدة. حلو. لكنها لسه ما تعممت على جميع الأطفال. بس هم أجرها في أوروبا عموما. طبعا. أكيد أصدائها كانت قوية. جدا. طيب إيش الفرق؟ إحنا بنقول أوبالون، إيش الفرق بين كبسولة أوبالون وبين البالون العادي؟ يعني ممكن المستمعين يفتكرون أنها نفس الشيء يعني. لا مختلفة. البالونة العادية هي بالونة إحنا بنعبيها بندخلها عن طريق المنظار، بنعبيها بسائل المائي، بتشغل حيز من 500 إلى 700 سانتي على حسب ما يرى الطبيب المعالج. بتجلس فترة وبعدين بنشيلها بالمنظار. البالونة الهوائية ميزتها لا إنه كبسولة بيبلعها، فما يحتاج منظار في الخطوة الأولى. هو بيبلعها دكتور عدنان بنفسه؟ بيبلعها. يعني أوكي. بيبلعها هو صاحي. إحنا أجرينا لسه اليوم بعض الحالات في مستشفى المشفى، والأستاذ عماد معايا هو رئيس مجموعة البدر السلطان اللي هي أخذ وكالة الأوبالون، وهو يعتبر أول مريض في الشرق الأوسط أجريت له قبل يومين. يعني مسويها أستاذ؟ هو مسويها له يومين أستاذ عماد. أنا سبب إحضاري لعماد حقيقة لأنه هو مثال لمريض عاملها لها يومين. لها يومين. طيب يعني طيب خلينا نتكلم الأوزان، خلينا نتكلم عشان الناس يعرفون الأوزان اللي ممكن تفيد معهم كبسولة أوبالون. قديش الأوزان؟ يعني هل الأوزان اللي بتكون مثلا 150 200 أو أوزان أقل من كذا؟ لا، الغرض الأساسي من البالون بصفة عامة سواء الأوبالون أو البالون العادية كانت موجهة للناس اللي عندهم أوفر ويت اللي هي زيادة الوزن. طيب. نتكلم على معامل كتلة فوق 27 28 29 30 حلو. إلى 35. هذه الفكرة الأساسية موجهة للمجموعة دول المرضى. المجموعة الثانية اللي هم الأوزان عالية جدا، وإذا كان الصحة العامة حقتهم ما تأهلهم لتعرضهم للبنج الكامل لإجراء عملية جراحية، فممكن تكون البالونة خطوة أولية لمساعدتهم في إنزال جزء من الوزن وبالتالي تجهيزهم للعملية النهائية. المجموعة الثالثة اللي هم المرضى اللي رافضين تماما أي تدخل جراحي بشكل أو بآخر، فقد تكون في البالون جزء مساعد في نزولهم من غير ما يكون معرضين لإجراء عملية جراحية. حلو. يعني أنا حسيتها كده سهلة بسيطة، ما أدري ليش. عدل دكتور عدنان جدا، يعني طالما نقلت أنها بتنبلع. طيب كم الوزن اللي أنا ممكن أخسره إذا يعني أخذت هذه الكبسولة والفترة الزمنية؟ يعني كم كيلو وكم أنا حستغرق؟ البالون بنخليه عشان ألاحظ أني نحب أقدر ألبس مثل ما أبي. البالون هي عادة بنتركها 3 شهور وبعدين بنشيل، بعدين بنشيلها بالمنظار. اوكي. المتوقع بالنزول قد يكون 10-15 كيلو، قد يطلع الى 20 كيلو، لكن هي تعتمد ايش كان الوزن الاساسي للمريض. احنا لنا حسبة ثانية، احنا بنحسب من معامل الكتلة، متوسط معامل الكتلة انه بينزل من 4-7 على حسب الحجم الاساسي اللي بدأ بيه. طيب انت قلت من 10-20 كيلو، بس بعد ما تحس انه وزن يعني شوي ممكن انا اروح عند اخصائي تغذيه دكتور عدنان وهو ينزل لي 10 أو 20 كيلو. هاي يعني ما يحتاج اني احط مثلا شيء غريب في جسمي مثلا لاول مره اني اخاطر مثلا؟ لا، هي ما في، اولا ما فيها مخاطره، ثانيا هذا ممكن صار يتبادر الذهن اي واحد بيسمعنا. نعم، لكن اذا كان الانسان في التزام في متابعه مع اخصائي التغذيه ترى يقدر يجيب أرقام تانية أكثر من 20 كيلو، يقدر يوصل لل30 كيلو زي ما هي الحالة في البالون المائية. طيب. المفروض أنه المريض ما يعتقد أنه البالون هذا عبارة عن علاج سحري يحط البالون وهو بينزل لوحده. لازم يكون عنده أهم شيء تغيير السلوكات الغذائية، وهذه قاعدة تنطبق في جميع أنواع العمليات سواء التحفظية زي البالون بصفة عامة. أوكي. أو الجراحية. حلو. طب أنت قلت الكبسولة الوحدة حتنزلني من 10-20 كيلو. لا، أنا عشان أكمل لك إحنا عادة. طيب حتكملنا بس نحن رح نطلع فاصل دكتور عدنان، لكن رح نرجع نواصل معكم مع مستمعينا الكرام. أذكركم إن اليوم معانا جائزة، رح يكون معي 2 رح يحصلون على كشف مجاني عند أخصائي التغذية مقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميديكس. بس تزوري كلمة كشف واسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها رح يكون معي رابحين اليوم. أيضا لكل اللي حابين يطرحون أي سؤال على الدكتور عدنان صباحي استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة وأول طبيب قام بهاي العملية البروف ألفريدو جينكو، شاركوني على أرقامنا التالية بالكشف والأسئلة عبر الأسماس مشتركين الاستي سي على 84-77-00 موبايلي 640
660 وزين 7462662 خط هاتفنا 012-61-61-100. فاصل ونواصل. طبابة ألف مع أمين العبد الله. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام بالثورة الجديدة اللي لكل اللي بيبحثون عن أجساد ممشوقة، أجساد جميلة. تعبتوا من الرجيم، تعبتوا من خسارة الفلوس، تعبتوا من الدايت، كل اللي عليكم بس تسمعون حلقتنا اليوم وتستفيدون إن شاء الله منها. ولكل اللي حاب إنه يفقد وزن بدون عملية جراحية، اليوم نتكلم عن كبسولة أوه بالون، حتى اسمها حلو. طبعا حول هذا الموضوع معي ضيفي اليوم الدكتور عدنان صباحي، استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة، وأيضا أول طبيب طبعا قام بهذه العملية، البروف ألفريدو جينكو، أيضا استشاري جراحة المناظير والسمنة من إيطاليا. وقلت لكم اليوم بتكلم لكم إيطاليانو، وأكيد هو متواجد معنا بالاستوديو. طبعا اللي حابين يطرحون لما نفتح الاستفسارات، اللي حابين يطرحون عليه أي سؤال. وأيضا معي، خليني أذكركم معي، طبعا شخصين راح يربحون كشف مجاني عند أخصائية تغذية، شخصين راح يربحون معي كشف مجاني عند أخصائية تغذية. ارسلوا لي كلمة كشف واسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها، مقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميدكس. شاركوني بأسئلتكم، واللي يبون يحصلون على هذا الكشف عبر SMS مشتركين الSTC على 84770، موبايلي 640660 وزين 7462622. واللي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر على خط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أفأم وأتمين العبدالله. دكتور عدنان، الكبسولات، خلينا نرد حق أو بالون هذه أو الكبسولة. أنت قلت الكبسولة الوحدة من 10 إلى 20 كيلو أنا ممكن أفقد. طب هل ممكن أني أخذ أكثر من كبسولة، يعني بحيث أني مثلا أوصل 40 كيلو، 50-60 كيلو، ممكن أخسر 100 كيلو؟ لا، هي ما هي بالشكل، لا، هي الفكرة أنه الكبسولة الواحدة بتحول إلى بالونة هوائية داخل المعدة، بتشغل حيز حجمه 250 سنتي. بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، لو لقى الشخص نفسه أنه رجع مرة تانية يحس بالجوع، ممكن نعطيه الكبسولة الثانية عشان تقلل له إحساس الجوع وتقلل له كمية الأكل اللي هياكلها في النهاية. البالونات سواء كانت واحدة أو اثنين، أو حتى في حالات نادرة بنضطر نحط 3 بالونات لنفس الشخص. ممكن 3 كبسولات يأخذونها؟ نعم، في الأحجام الكبيرة، الناس اللي معدتهم كبيرة جدا تعتبر، فنحط لهم إلى 3 كبسولات. لكن في نهاية المطاف بعد 3 أشهر من بداية وضع البالونة الأولى لازم ندخل ونشيلها، ولأنه صعب تميزي البالونة الأولى من الثانية أو من الثالثة إذا حطيتيها، فنضطر نشيل الثلاثة مع بعض. أوكي. لأنه المدة الافتراضية للبالون 3 أشهر. 3 أشهر تضطرون ساعة لكم تشيلوها مع بعض. نعم. طب إيش الفرق، يعني أنت بتقول بالون، يعني أنا حسيت نفس الشغلة البالون اللي قبل، إيش الفرق بين بالون والبالون العادي؟ هي مشابهة الاسم صحيح للبالون العادية، لكنها مملوءة بالماء، مملوءة بالهواء، بعكس البالون الثاني مملوءة بالماء. أوكي. البالون المائية لأنه مليانة بالسائل، هي تقيلة، بتنزل في أسفل المعدة، بتدي إحساس ثقل أكثر للمريض. البالون الهوائية ما يحس بنفس الإحساس. لا، البالون الهوائية ترتفع في أعلى رأس المعدة فتدي له إحساس امتلاء أكثر. الاثنين صحيح، الاثنين صحيح بيشغلوا حيز وبيقللوا كمية الطعام في النهاية، لكن في الأعراض في المتابعة خصوصا في الأسابيع الأولى وجدوا في الدراسات أنه نسبة الغثيان والاستفراغ في مع البالون المائية من 90% إلى 95%، بينما في البالون الهوائية ما تزيد عن 20%. النسبة كبيرة يعني. طب أنا كنت بسألك، أنت لما قلت أبغى السايد إفكت أو الأثار الجانبية، في منها أثار جانبية؟ يعني أي شغلة أنا بحس في منها أثار جانبية. هو طبيعي أن أي شغلة لازم يكون فيها أثار جانبية، لكن البالونة بصفة عامة مائية أو هوائية، إحنا نعرف أن وجود البالونة داخل المعدة بيعطي إحساس المعدة أنه في وجبة لازم تهضمها، فتحاول تفرز أحماض زيادة، وهذا بسبب ارتفاع في الأحماض والتهاب في المعدة. ومن هنا احنا بنعطي المريض اصلا ادويه مضاده لحموضه المعده في كلا البالونتين. حلو. فالى الان ما في مضاعفات واضحه او صارت. أوكي. في الدراسه اللي صارت في ايطاليا او في فرنسا النتائج حقتها كانت ممتازه، حتى البالون المائيه يعني ما في الاشياء اللي تخوف منها. طب ايش ممكن الشخص يحس عقب ما يعني يبلعها؟ أكيد في شغلات بيحس في تغيرات، يعني خاصة خلينا نقول 3 أيام الأولى أو الأسبوع، أكو شغلات ممكن
طبعا هو معنا في بعض الاحاسيس اللي يحسها، لكن انا خليني بدل ما اكون انا الطبيب اللي اوصف لك احساس بدل الشخص أكون الطبيب اللي استخدمها، اعطيكي واحد من الاشخاص اللي استخدموها. يلا نسال استاذ عماد انت استخدمت الاوبالون؟ اي انا اول شخص استخدم الاوبالون بالشرق الاوسط. بالشرق الاوسط بعد؟ ايوه. انزين كم لك الحين انت من اخذتها؟ إلي هذا اليوم الثالث. اليوم الثالث وسويتها بالرياض، وسافرت امس هنا جده وما عندي مشاكل. اول يوم كان شويه اوجاع بالمعده لان جسم غريب، حبتين باسكوبان وراح. طب بس انا سمعت انه ممكن تسبب حموضه. الحموضه احنا لازم مع اي بالون لازم نستعمل يسمونه امنبرازول، يعني هذه الادويه اللي لازم تستعملينها لمده 3 شهور كامله. انزين. واحد حبه بالصباح حبه بالليل. الباسكوبان بس عشان الام المعده لانه في شيء جسم غريب داخل الحالي. اكيد. بس بنفس اليوم انا بديت بليكويد دايت اللي هو شربت حريره ومشروم سوب. ثاني يوم اكلت كبسه ولا لسه؟ المندي والمدفون ان شاء الله الليله. اليوم ما عندي مشاكل ابدا الحمد لله. حلو جميل. يعني مقارنه بالبالون الثاني اللي هو كل معبى بالمويه، الناس فيها غثيان وتقيؤ أوجاع مرة قوية. هذا الفرق الجد مهم. حلو. طيب لا بس أبشرك شيء. شنو؟ خلال 3 أيام دحين أنا صرت نازل 5 كيلو. 3 أيام 5 كيلو؟ أيوة. طب عندي سؤال، يقول لك الدكتور عدنان يقول لك خلال 3 أيام نزل 5 كيلو. في يعني بأمن أن النزول السريع معناته طلوع سريع. لا لا، شوفي هي عادة في أي دايت في مع أي برنامج سواء بالون أو عمليات دائما يكون الفترة الأولى النزول صحيح أسرع، وبعد كده يبدأ يصير النزول بطيء نوعا ما مقارنة بالفترة الأولى. فما تقارن الأسبوع الأول بالشهر الأول، ولا تقارن الشهر الأول بالشهور اللي حتليها. نعم. بعد كده يعني عقب كذا أخونا أستاذ عماد عفوا رح يبدأ ينزل أكثر وأكثر، ممكن نقول أو سرعة النزول حتكون أقل. أقل. حلو. لكن طيب، المجموع اللي حينزله طبعا انا متوقع له في بالنسبه للشخص في وزنه انه ممكن إن هو بيجي فوق ال 20، من 20 الى 30 كيلو متوقع له. يلا نبي نشوف ان شاء الله. هي بعد يعني تغير سلوكك، وضع البالون براس المعده يعني يعطيك شعور بالشبع غريب. حلو. يعني انا احط الاكل ما اقدر اخلصه مو زي قبل الصحن. مو قبل الصحن يعني. جزء من الصحن يعني. وهذه هي الحمله اللي مسوها باوروبا وبالبرازيل مكسيكو، يعني بوش ذا تيبل، ابتعد عن الطاوله قبل ما تخلص الطعام. يلا طيب احنا عشان قبل ما نطلع الفاصل ناخذ على الاقل مشاركه هاتفيه ومشاركتين، ناخذ احمد. الو اخوي احمد. احمد مرحبا. يا هلا بك يا احمد، تفضل. ابغى الدكتور نصرح. يلا تفضل دكتور عدنان، معك ومعك حتى البروف الفريدو معك، وفي معنا مترجم حيترجم. تفضل يا استاذ احمد، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. عندي استفسار للبالون هذا، يعني كم المده اللي ركز فيها له؟ اوكي، سؤالك الثاني. سؤالي الثاني هل لها اثار جانبيه؟ طيب شكرا لك، هذه كلها قالها دكتور عدنان. قلت انت ماكو منها اثار جانبيه؟ ما في اثار جانبيه حاليا الحمد لله. بالنسبه للمده احنا بنحطها 3 شهور وبعد كده لازم تزال. لازم تزال. طيب يلا ناخذ عبد الرحمن. ناخذ عبد الرحمن. الو عبد الرحمن. ايوه معك، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك، تفضل عبد الرحمن. امسي على الجميع، كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك الحمد لله. على عبد الرحمن. الله يبارك فيك عبد الرحمن. عبد الرحمن قبل ما تقول سؤالك يلا قول حق البروف الفريدو، قول له بونوسيرا. بونسيرا. يلا تفضل. حبيت اسال بس الكبسوله هذه فين اقدر الاقيها بس؟ السؤال. طب هي بس موجوده عند دكتور عدنان، موجوده عندهم في المشفى فقط، متواجده صح؟ فقط. يلا ناخذ موسى دلوشي، راح نطلع الفاصل. موسى. السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام. مساء الخير استاذ امين، كيف حالك؟ امسي عليك وعلى ضيوفك. حياك، يلا تفضل يا موسى. اسم دكتور؟ اسم دكتور عدنان صباحي معك. دكتور عدنان. لا سامي. الفريدو جينكو. بروف الفريدو جينكو. ايش اقول له امينه؟ قول له بونسيرا. هذا الدكتور عدنان. بونسيرا. بونسيرا ماي فريند. يلا تفضل. طيب بس عندي كم سؤال بس امينه. يلا تفضل. الدكتور اول حاجه طبعا الدكتور نلقى الدواء ذا طبعا الكبسوله، وكيف نقدر نكشف على نفسنا انه احنا جسمنا يعني
يعني يتحمل الشيء هذا وانه احنا نحتاجها فعلا؟ يعني كيف الطريقه؟ هل في كشف معين ولا لا؟ السؤال الاول. اوكي. السؤال الثاني، انا وزني 135 كيلو تقريبا الى 140 كيلو، والحمد لله يعني من ناحيه انه امراض زي سكر زي ضغط الحمد لله ما عندي، بس انا مدخن، هل ينفع لي ولا ما ينفع؟ اوكي. وبس، ويعطيكم العافيه. ويعافيك، شكرا لك. جراسيا، جراسيا يا موسى، تفضل دكتور. طيب، هي ما حتلاقيها موجوده في الصيدليات، هي عاده يعتبر جهاز طبي، فحيكون في موجود في اماكن معينه سواء في داخل المملكه او خارج المملكه بصفه عامه. بيتم هي اجراء تحت اشراف طبي. زي ما قلت لك، هي يعتمد على الوزن الاساسي والطول. انا لازم احسب لك معامل كتله، انت قلت 140، فاذا كان 140 في الغالب انه وزنك عالي، وعادة الأوزان دي بننصحهم بالإجراء الجراحي أكثر من البالون. صحيح. إلا لو كان طولك ما شاء الله تبارك الله يعني فوق 180، فممكن أنك تحاول تستخدم البالون. هل تناسبك أو لا؟ طبعا نحتاج أنه أجلس معك في العيادة عشان نتناقش على بعض التفاصيل. نعم مستمعين الكرام، قبل ما نطلع الفاصل أذكركم أن اليوم بنتكلم عن ثورة جديدة بعالم فقدان الوزن بدون جراحة، كبسولة أوه بالون. لكل اللي حابين يطرحون أسئلتهم واستفساراتهم على ضيوفنا اليوم، الدكتور عدنان صباح استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة، وأيضا أول طبيب عمل هاي العملية البروف ألفريدو جينكو، أيضا استشاري جراحة السمنة والمناظير، طبعا إيطالي أهو، يعني كل اللي رح يكلمونا لازم يقولوا لبونسيرا. شاركونا طبعا بأسئلتكم عبر الاسمس، وأيضا اليوم معايا كشف مجاني عند أخصائية التغذية، اثنين مو بواحد، اثنين رح يربحون على كشف مجاني عند أخصائية التغذية مقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميديكس. اكتبوا لي كلمة كشف واسمكم الأول والأخير على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 وزين 7462622 وخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100 صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على آت ألف ألف أف أم وآت أمين العبدالله. خليكم على هوا ألف ألف أف أم، موجتنا وموجتكم السعودية. بابة ألف مع أمين العبد الله، وأيضا مع ضيوفنا لليوم الدكتور عدنان صباح استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة، وأول طبيب يعمل الموضوعنا اللي بنتكلم فيه اليوم عن فقدان الوزن بدون جراحة كبسولة أوبالون، البروف ألفريدو جينكو جراحة أيضا المناظير وجراحة السمنة، وأيضا ضيفنا اليوم بالاستديو الأستاذ عماد الزبن مدير عام مجموعة شركة السلطانة الطبية السعودية. لكل اللي حابين طبعا يربحون كل اللي حابين يعني يطرحون أي سؤال على أطبائنا بشأن هذه الكبسولة العجيبة الغريبة صراحة الفتاكة خلينا أقول أو حابين حتى أنكم تشاركوا معي اليوم، اليوم بنقدم لكم كشف مجاني، شخصين اثنين راح يربحون كشف مجاني عند أخصائية تغذية مقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميديكس. تزولي عبر الاسمس اسمكم الأول والأخير والمدينة اللي انتم منها، واكتبوا لي كلمة كشف. مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 وزين 7462622 وخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100 واتركوا لي أيضا أسئلتكم عبر تويتر على آت ألف ألف أف أم وأتمين العبدالله. دكتور، أم نادية بتسأل هل البالون بينفع مع مرضى السكر؟ الفكرة طبعا البالون هو إنزال الوزن، ومعروف عندنا أنه مجرد إنزال الوزن بيحسن من وضع السكر في الدم عند مرضى السكر، فأكيد أنه حينفع إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أحد الأخوان بيقول بونسيرا وزني 95 كيلو طولي 158، هل ممكن أن أجري البالون أبو حكيم؟ نعم ممكن يجري البالون. طيب، أبي فقدان الوزن بدون جراحة أو بالكبسولة، أنا مسوي حمية بدون فائدة، وزني 118 وطولي 170، أمين اليوسف بتفيد يقول مع وزني؟ ممكن تفيد إذا كان يعني راجعنا الحمية مع البالون، البالون حتقلله من كمية الأكل اللي بتديله إحساس الشبع، وبيراجع مع أخصائي التغذية اللي معانا عشان نوعيات الأكل، طريقة الأكل، لأن هذه كلها تغيير السلوكيات الغذائية ضرورية جدا في عملية نزول الوزن. نعم. طب أيضا يقول أنا عمري 46 سنة عندي سكر وزني 119 دكتور، وطولي 176، قال هل ممكن بيقول أعمل هالبالون عبد الله المغرم؟ يعني معاملة كتلة تبع الشخص المذكور 38 مع وجود السكر، فحيكون له خيارين، يا إجراء الجراحي هو الأقوى حقيقة، أو ممكن يستخدم إذا كان رافض الجراحة حل البالون الهوائي،
في اكيد انه حيساعده في نزول الوزن وبالتالي في تحسين وضع السكر عنده. حلو. طب دكتور في واحد يعني وزنه صراحه كثير يعني بيقول انا وزني 227 وما راح اعمل عمليه، هل ممكن انها تفيد معي الكبسوله وقد ايش راح اخذ وقت؟ يعني ما شاء الله تبارك الله 227 جدا عالي. العلاج المثالي اللي هو له مدى طويل في النجاح اللي العمليات الجراحية حقيقة، لكن إذا هو رافض تماما يعني هو ممكن يجري البالون. نصيحتي له أنه إذا أجرى البالون حيساعده في نزول وزن نزول جزئي، وهذا حيهيئ جسمه لإجراء علاج جراحي حيكون أدوم وأطول في المفعول. طيب طيب بتويتر فراشة الفراشة بتقول أنا نزلت وزني خلال سنة كاملة دايت وتمارين رياضية وسباحة 43 كيلو خسرت، لكن لما توقفت تقول رجعت خلال أربعة أشهر 20 كيلو. طبيعي إحنا عندنا مشكلة إنه كثير من المرضى لما بيمارس الدايت مدة معينة بيتوقف عن الدايت بيرجع لحياته الطبيعية اللي كانت مسببة للسمنة تماما المشكلة. وعشان كده بيرجع يكتسب. فهي نتكلم احنا تغيير السلوكيات. شخص زي ده انا ما حقول له والله تعالي سوي الاوبالون، لانه الفكره حتكون مكرره معاها. حلو. انصحها انها تغير السلوكيات وبإرادة قويه ما شاء الله زي اللي عندها 43 كيلو جدا ممتازه تقدر تنزلها وتحافظ. حلو. البالون دوره تساعدها في فتره من الفترات انه تقلل لها احساس الجوع اللي عندها. حلو. طيب احمد الشريف بيقول هل بتنفع مع المريض اللي بيعاني من الكرونز؟ مرضى الكرونز لهم مشاكل تانية صحية عادة ما بيكونوا هم موربيد أوبيس، لازم لها تفاصيل تانية أحتاج أن أجلس معه عشان أناقش بالتفاصيل. نعم. طيب يلا رح نبدأ بالمشاركات الهاتفية. نأخذ معنا أول مشاركة سامي. ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام يا سامي، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عندك معليش بس ابغى استفسر بس للدكتور على الوزن اللي عندي. يلا تفضل سؤالك يا سامي. سامي اسمعنا اول شيء، اول شيء يا سامي عشان احنا نسمعك عدل. قفل لي على صوت الراديو، اسمعني من الموبايل عدل. ان شاء الله. عدني سؤالك. سؤالي هو وزني 113 كيلو وعندي السكر. طيب واستخدمت كل العلاجات هذه، الشاي الأخضر وهذه ما فاد معي. إنزين. أبغى شيء يفيدنا. ولكن الأكل ما أقدر أسيب الرز، ما أقدر أسيب أي شيء. يعني ما قلنا هي المفطحات الذبايح هذه اللي موديتكم. هذا اللي دابحنا. يلا تفضل دكتور. عفوا كم طولك؟ والله طولي تقريبا 160 تقريبا. يعني عندي اكثر شيء معلش يا دكتور، عندي اكثر شيء اللي هو الارداف وعندي الكرشه. انزين احب تسال. طيب. سؤال ثاني دكتور؟ لا خلاص يلا اسمعنا عبر الراديو اخوي سامي على راحتك، تفضل دكتور. طيب هو بالنسبه للاستاذ يعني معامل الكتله عنده عالي في ظل وجود السكر، انا اعتقد انه ما زال الحل الامثل له اجراء عمليه زي عمليه التكميم. اذا هو رافض الجراحه ثاني نهائيا البالون حيكون حل مؤقت، اللي حيكون مستمر معاه على طول هو تغيير السلوكيات الغذائيه. حلو. وهذه مشكله معظم المجتمع. اكيد هذا المشكله ونفس يعني رجالنا السعوديين نفس الشغله يعني على نفس الكرش والارداف. تفضل استاذ عماد. اخت امينه احنا بالبالون ما في شيء يمنع ان تكرير البروسيجر كل 3 شهور. كل 3 شهور. كل تسوين اول 3 شهور. تاخذين راحه تردين للمدفون والمندي والكبسه اسبوع اسبوعين. انت قاعد تغريهم لا لا بس لان هذه هي جزء من العلاج لزياده الوزن زائد تغيير السلوك. حلو. يعني بروفيسور جينكو قاعد يسوى دراسه بالجامعه عندهم بروما وتكلموا على السمنه الزائده، برنامج علاجي كامل لسنه كامله. أوكي. اللص كان 11 بي ام اي يعني تقريبا اكثر من 70 كيلو. اوه طيب. خلال سنه. طيب ناخذ اتصالات ايضا. ناخذ اسماعيل. الو السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، تفضل يا اسماعيل. بس حبيت اسال سؤال واحد يا اختي. تفضل. انا وزني 155 كيلو وطولي 187. طيب. ففكرت اني اسوي عمليه التكميم. ابى اسال هل التكميم ولا البالون هذا احسن؟ تفضل دكتور.
على طبعا كنتائج على المدى الطويل هقول لك التكميم افضل كنتائج. احنا المقصود بالبالون عاده الاوزان الصغيره، الناس اللي تهدف الى 20 30 كيلو كحد اقصى، الناس اللي هم ما هي متوفره لهم اجراء جراحي كحل او خيار. حلو، فانصحك بالتكميم اكثر. حلو، شكرا لك اسماعيل، قدامك العافيه ان شاء الله، وخفف شوي من المكبوس والشغلات هذه والايدامات. يلا ناخذ حسين. الو حسين. الو، يا هلا يا حسين، تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عدنان كيف حالك؟ الحمد لله بخير. هلا هلا، الله يحييك حبيبي. دكتور بس بسالك، في رقم عياده او شيء نتواصل فيه احسن من المشفى على طول ولا؟ طيب رقمك الخاص او اعطيهم؟ لا، هو في رقم المواعيد بالنسبه لي اللي هو 0505648181. حلو، يلا انا راح اترك لكم عموما في الكنترول. ناخذ منصور. منصور، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل منصور. مساء الخير لك وللدكتوره. يا هلا، مساء النور. هلا، انا حاب اسال الدكتور، انا تقريبا قبل شهرين سويت تحاليل وكل شيء على اساس اني اسوي بالون المعده. فلما سويت التحاليل اكتشفوا انه عندي تقطعات في المعده في البالون، كان ما ينفع. سؤالي اللي هو، هل الكبسوله هذه تفيد الاشخاص اللي عندهم تقرحات في المعده؟ ونقطه ثانيه الله يرضى عليك، تكلفه الكبسوله عندنا في السعودية كم؟ تكلفتها كم؟ طيب هي بالنسبة لوضعك، إذا كان في تقرحات دائما احنا نقول للمريض نجري علاج للتقرحات بالأدوية، تطيب التقرحات وبعد كده ممكن تجري البالون سواء المائي أو الهوائي يرجع لك. نعم. نسبة التقرحات والالتهابات مع الهوائي بتكون عادة أقل من المائي. نعم. لأنه تكون أخف. بالنسبة للتكاليف، هي لأنك برنامج كامل مدة 3 أشهر، فالموضوع الان حاليا 25,000. انا جدا شاكره انك قلت كم التكلفه دكتور عدنان، لان في تويتر وفي الاس ام اس كلهم قاعدين يسالون على التكلفه. 25,000 الباكج يعني كامل، البالون وما الى اخره. شكرا لك اخوي منصور، كان معنا منصور. طيب بحاخذ بس تو بالون هي سيمت. طيب قاسم بيقول اللي وزني 73 عندي مشكله في كبر البطن ومشكله في القولون، هل ممكن اللي عندهم قولون؟ هي ممكن علاج السمنة إذا كان زيادة وزن عنده كانتفاخ القولون، هذه لها أشياء تانية، علاج مختلف. علاج مختلف بس ممكن يسويها. ممكن يسويها إذا عنده زيادة وزن. فهو أوكي. بيسوي الأوبالون لعلاج زيادة الوزن وليس لعلاج القولون. حلو. مستمعين الكرام، قبل ما نطلع فاصل أذكركم باليوم معانا شخصين رح يربحون كشف مجاني عند أخصائية تغذية. كل اللي عليكم بس تكتبوا لي كلمة كشف واسمكم الأول والأخير والمدينة اللي أنتم منها، ورح تحصلون بمشيئة الله تعالى على هذا الكشف المقدم من مركز خبراء الرعاية الطبية ميديكس عبر الاس ام اس. بتزول اسمكم الاول والاخير، واللي حابين ايضا يطرحون اي سؤال او استفسار على الدكتور عدنان صباحي استشاري جراحه المناظير وجراحه السمنه، وايضا البروف الفريدو جينكو، شاركوني ايضا باسئلتكم على ارقامنا مشتركي الاس تي سي على 84770 موبايلي 640660 زين 746262 وخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100. شاركونا ايضا بصفحتنا بالفيسبوك وتويتر على ات الف الف اف ام وات امينه العبد الله. فاصل ونواصل. طبابة ألف مع أمين العبد الله. مستمعينا الكرام، في عندي مفاجأة حيل تهبل. احنا اليوم بنقدم لكم كشف مجاني حق شخصين راح يربحون طبعا معاي كشف شخصين عند اخصائي، كشفين مجانيين عند اخصائي التغذيه مقدم من مركز خبراء الرعايه الطبيه ميديكس. بس دزولي كلمه كشف اسمكم الاول والاخير والمدينه اللي انتم منها، راح على طول اربحكم شخصين راح يربحوا معاي. لكن يا ترى شنو مفاجاتنا راح تكون بكره. الاستاذ عماد الزبن مدير عام مجموعه شركه السلطان الطبيه السعوديه راح بكره يقدم، تخيلوا شنو راح يقدم لكم؟ بالون، تكلفة بالونين 25,000 ريال سعودي عند الدكتور عدنان الصباحي استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة بمستشفى المشفى، راح تعملونها عنده بكرة مش اليوم، بكرة. كل اللي راح يدزوني كلمة بالون من واحدة إلى اثنين أو كلمة أو حتى بس دزولي حرف أو راح طبعا أخذكم، راح يكون معاي رابحين. استاذ عماد
واحد رابح عفوا رابح رح يركب بالونين. طيب اليوم معاي طبعا بنتكلم عن ثورة جديدة بعالم فقدان الوزن بدون جراحة كبسولة بالون. وأيضا معاي أول طبيب قام بهذه العملية جماعة الخير لطوفون عليكم البروف ألفريدو جينكو. طبعا أنا رح أسأله أبو نسيرة ألفريدو أبو نسيرة. طيب ترجموا له بالإيطالي. طب قد إيش الأوبالون عندهم في أوروبا يعني العالم بتعمله قد إيش منتشر؟ يمكن إحنا جديد عندنا لكن هم في مدى الإقبالية عندهم. هو بروفيسور جينكو her question is when did you start working with the Obalon and how popular became. I started working with the Obalon in July 2012. أنا بديت أشتغل بالأوبالون من شهر 7 2012. يعني تقريبا سنتين دحين. And I started to work with this balloon called the balloon after I've been working for 50 years with the other balloons. هو كان يشتغل بالبالون المائي لمدة 15 سنة. Okay. هو دكتور بروفيسور جينكو يعتبر من أكبر الأطباء في العالم من مشجعين البالون القديم مع البويا. You encouraged all the people to make this kind of balloon, obalon. ولما اكتشف الأوبالون حول completely من البالون المائي للبالون الأوبالون. Why you are changing to use this kind of balloon? We are changing because this balloon, obalon, is an intragastric balloon completely different than the old balloon we have been using up to now. أن هذا البالون يختلف اختلاف تاماً عن البالون القديم وبشكل البالون القديم. حلو. This intragastric balloon give us the possibility to treat patient with the lower BMI on overweight and patient with overweight up to now refused to be treated with an intragastric balloon. مشاكل البالون المائي القديم ما خلت المرضى اللي فيهم زيادة وزن يستعملوا البالون لأن الأعراض الجانبية مرة قوية وموجعة. حلو. Okay. Last question. Can the children make like this kind of balloon, especially who they are have overweight? More than 15. Up to now, we cannot use this intragastric balloon for children. But we are performing a study in Italy at university where work. In order to understand what can how we can use this intragastric balloon in patient with pediatric patient, but up to now this balloon cannot used normally in pediatric patient. موافقات هيئات الغذاء والدواء العالمية والأوروبية والسعودية هي للأدلتس اللي فوق 18 سنة، ولكن إحنا عندنا بالجامعة قاعدين نسوي بحوث علمية بشروط معينة على الأطفال من 12 إلى 15 سنة. حلو. طيب خلينا نأخذ آخر اتصال معانا أساس يلا نأخذ مروان. مروان ألو. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا البروف ألفريدو جينكو وأيضا الدكتور عدنان الصباحي. أو شو قلنا يلا يا هلا تفضل. بالنسبة للتقنية الجديدة هاي، أنا سؤالي إذا كان في شخص وزنه بحدود 120 كيلو طول 81 بس هو أزال المرارة، في أي تأثير أو مضاعفات جانبية بالنسبة لاستخدام هالموضوع على هيك أشخاص؟ نعم تفضل دكتور عدنان. شكرا ليك. ما في مشكلة، ما في علاقة بين المرارة، طالما شال المرارة ما عنده مشكلة، ممكن يجري الأوبالون وتساعده إن شاء الله في النزول. نعم يلا ناخذ معنا. طيب. يلا شكرا ليك. ناخذ محمد. ألو محمد. ألو أخوي محمد. محمد يلا مروا لي اخر مرتضى. ناخذ مرتضى، ماكو قدام الا دقيقه. مرتضى يسعد مساك استاذ امين ويعطيك العافيه. يعافيك ربي تفضل. مشكور على البرنامج طاقات بلا حدود وانت دائما متالقه طاقات بلا حدود طبعا. يلا شكرا لك. تفضل سؤالك. يسعد مساك دكتور عدنان. يسعد مساك حبيبي اهلين. دكتور عدنان انا عندي مشكله، بالعكس انا عندي مشكله في نقصان وزن، حاولت كثير يطلع وزني بس ما في فائده، يعني ظل 5 سنوات واقف على 48 لسه من 3 سنوات وصل 55 مش راضي يطلع، يعني حاولت كثير ما في فايده يعني. اوكي. يعني بنقصان وزن. طيب شكرا لك يا مرتضى، تفضل دكتور. طبعا اولا يا استاذ مرتضى احنا نحتاج انه طبيب جهاز هضمي يراجع حالتك، في اسباب كثيره بتسبب الى نقص الوزن. اذا كان سبب عضوي تم علاجه، في اسباب ثانيه نفسيه،
ثالثا اذا كانت مشكله تغذيه فتحتاج اخصائي تغذيه في عندنا في العياده في اخصائيات تغذيه يقدر يسوي لك برنامج يساعدك في اكتساب الوزن ان شاء الله. نعم. للاسف الوقت ده انا جدا سعيده تواجدك معنا اليوم الدكتور عدنان، يعطيك الف عافيه ومشكور. الله يعافيك انا سعد. بكره راح يكون معنا اوبالون، راح يكون جائزه مقدمه من الاستاذ عماد الزبن مدير عام المجموعه شركه السلطان الطبيه بالسعوديه. بكره اللي حيرسل لي او اكثر واحد راح يدز كلمه او راح طبعا يربح معنا هذه الجائزه بكره، مو باليوم، من الساعه 1 الى الساعه 2. لكن اللي فاز معنا اليوم فاز معي شخصين بكشف مجاني مقدم لدى اخصائي تغذيه مقدم من مركز خبراء الرعايه الطبيه ميديكس، محمد عبد الغفور عبد الخالق من المدينه، وهاني نشأة اورجنجي من مكه المكرمه. ايضا خليني أشكر معانا البروف اليوم الفريدو جينكو. Grazie buonasera. I hope that you are happy. I'm so happy that you are with us today in Tibabat Alif. That is the truth. It's an honor for me to be here with you, and it's a great interest to be here and to work with my colleagues from Arabia and the Kuwait. Thank you for me too. أنا إلي الشرف إنه أنا متواجد معاكم، متواجد في المملكة العربية السعودية وبتواجد بين ما يعتبرهم أهلي. أكيد أنتم بعدنا في الكويت أهلنا، وطبعاً إحنا سعداء يعني، ومن إيطاليا اليوم يعني تقريباً إحنا صرنا كوكتيل يعني من مستوى العالم. شكراً لكم عموماً، نورتونا في طبابة ألف. أهلا وسهلا. على فكرة البالون اللي مقدم راح ينعمل عند الدكتور عدنان صباحي من مستشفى المشفى استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة. بكرة شاركوني من واحدة الاثنين. أشكر أيضا من خلف الإخراج والهندسة الصوتية زميلتي فدوى بوغس، كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمينة العبدالله. فمان الله.